تحذيرات من منخفض جوي جديد في شمال غرب بحر العرب. المركز الوطني للأرصاد في بيانات محدثة أكد متابعته لمنطقة الاضطرابات الجوية المتمركزة بمحاذاة السواحل الشرقية لليمن والسواحل الجنوبية الغربية لسلطنة عمان، والتي قال إنها من المرجح أن تتطور خلال الساعات القادمة إلى منخفض جوي. وتشير معطيات الأقمار الصناعية إلى انتظام واضح في الدورانية والسحب المصاحبة حول مركز المنخفض، مع رياح قصوى تصل إلى 25 عقدة وضغط جوي في حدود 1001 مليبار. تأثيرات المنخفض الجوي المتوقع بدأت في شكل أمطار غزيرة وسيول جارفة في سواحل محافظة حضرموت، ومن المقرر أن تمتد إلى محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى ومدخل خليج عدن، مصحوبة بأمطار رعدية متفاوتة الشدة ورياح شديدة خاصة أثناء الهطولات واضطراب في البحر وارتفاع في الأمواج على شواطئ تلك المحافظات. وطبقا لبيانات الأقمار الصناعية، فإن حالة عدم الاستقرار ستشمل محافظتي عدن ولحج، واللتين ستشهدان عواصف ترابية ناتجة عن الهواء الهابط من السحب الركامية المزنية، كما سيمتد تأثير المنخفض الجوي كذلك ليشمل مختلف محافظات البلاد، مصحوبا بهطول أمطار متفرقة وعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية من لحج جنوبا إلى صعدة شمالا، تمتد شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية للمحافظات الوسطى والشرقية للبلاد. الأرصاد الجوية حذرت من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن انخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والطينية في الطرق الجبلية، كما حذرت مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في المياه الإقليمية وحول أرخبيل سقطرى وسواحل محافظات المهرة وحضرموت شبوة من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج. وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح دعا السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى تشكيل غرف عمليات ولجان وفرق طوارئ وإنقاذ تحسبا لأي فيضانات أو سيول ناتجة عن المنخفض المداري المتوقع الذي ستشهده هذه المحافظات خلال الساعات القادمة.